السلام عليكم ورحمة الله. مصلحة الهجرة والجوازات كانت من أهم المؤسسات التي سارعت الميليشيا الانقلابية سيطرتها عليها، إذ جعلت منها أداة للابتزاز والمتاجرة بمصالح الناس عبر فرض رسوم مالية كبيرة غير قانونية. فضلا عن ذلك أصدرت عشرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة لعناصر الجماعة الانقلابية، كما أصدرت المئات لأتباعها لأغراض سياسية وعسكرية وحربية. إزاء ذلك أصدرت الحكومة الشرعية تعميما عبر وزارتي الداخلية والخارجية بمنع التعامل بالجوازات التي صدرت خلال 2016 من مصلحة الجوازات التابعة للميليشيا في صنعاء وسواها من المحافظات الأخرى التي تسيطر عليها الميليشيا. اللافت أن القرار لم يصدر رسميا، لكن بعض السفارات بدأت تمارسه فعلا، وانعكس ذلك على مئات اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في مطارات أجنبية رفضت التعامل مع جوازاتهم بعد أن تكبدوا خسائر مالية كبيرة لاستخراجها. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش دواعي هذا القرار وتبعاته ونبحث الحلول الممكنة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من كوالالمبور المحلل السياسي الدكتور فيصل علي، سيكون معنا عبر الهاتف من مأرب مدير مصلحة الهجرة والجوازات العقيد عبد السلام البشير، وسيكون معنا من القاهرة المحلل السياسي مانع المطري، وكذلك سيكون معنا من مأرب الصحفي محمود الحميدي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع الدكتور فيصل علي عبر السكايب من كوالالمبور. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الانوار، اهلا بشير، حياكم الله. مرحبا بك دكتور. في البدايه، كيف تنظر لقرار الحكومه الشرعيه بمنع التعامل مع الجوازات الصادره من الانقلابيين في صنعاء وايضا المحافظات الخاضعه لسيطرتهم كالحديده واب؟ دعني اقول لك الحكومه تاخرت. لماذا أصدرت القرار شاملا فقط عام 2016؟ لماذا لم يكن في العام الذي قبله؟ هذه قضية يجب التنبه لها، لأنها ليست مسألة جوازات سفر أو إثبات هوية شخصية أو إثبات يعني وثيقة سفر وفقط. هذه مسألة متعلقة بالهوية الوطنية. الانقلابيين عندما اقتحموا العاصمة صنعاء، أول مصلحة سيطروا عليها هي مصلحة الأحوال المدنية، وهي يعني المربط الأول لهذه القضية. غيروا بطائق شخصية لمواطنين، منحوا مواطنين عراقيين ومواطنين إيرانيين ومواطنين لبنانيين بطائق يمنية، وعلى إثر منحهم هذه البطائق منحوا جوازات يمنية. كان على الحكومة أن تكون أكثر جدية وأن تتخذ هذه الوقت يعني هذه تتخذ هذا القرار في الوقت المناسب قبل 2016 في 2015، ولكن ومع ذلك أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. الحكومة اتخذت قرارا مناسبا ويجب أن تنفذه بحذافيره. إلا يعني أنا مع تنفيذ هذا القرار، لكن مع مراعاة ظروف الناس الذين تم سلبهم أموال كبيرة مقابل هذه الوثائق. كان يباع الجواز مثلا في محافظة إب بمئة ألف ريال ويزيد عن هذا المبلغ. المواطن اليمني سيتضرر من دفع الثمن مرة أخرى. يجب تخفيض هذه يعني تخفيض ثمن هذه الوثائق وجوازات السفر حتى يتمكن المواطن اليمني من الحصول على حقه في المواطنة. نعم. على الحكومة والجهات المختصة أن تتعامل بروح المسؤولية وليس بمسألة بيع الوثائق. نعم. منحهم هذه الوثائق بأسعار رمزية هو الأفضل من 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 نعم. من رفع أسعارها. نعم. ربما دكتور هذه الأسعار الحكومة الشرعية تتعالم بالسعر الرسمي ولا يتجاوز تقريبا 5000 ريال كما هو في عدن وفي مأرب وأيضا حضرموت، لكن أنت الآن
تؤيد هذا القرار بكل حذافير كما ذكرت، لكن هناك متضررين كثير من هذا القرار. كما تعلم هناك بعض الطلاب، هناك المرضى الذين لا زالوا في هذه المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا. الحلول التي تراها يعني لابد الحكومة أن تشرع فيها من أجل تسهيل للناس يعني أمورهم أو السفر أو عمل حلهم؟ هؤلاء المواطنون متى سيستخدمون هذه الجوازات ووثائق السفر؟ عندما يخرجون للخارج. لدينا سفارات عليها القيام باللازم وتبديل هذه الوثائق. هناك منافذ مع يعني خاضعة لسيطرة الشرعية، والمواطن لم يخرج عبرها تبدل هذه الوثائق هناك. ما المشكلة من تبديل وثائقهم وبأسعار رمزية؟ نعم طيب، هي ليست مشكلة، لكن كما تعلم يعني البعض دفع يعني مبالغ كبيرة حتى حصل على هذه النسخة من هذا من الجواز، سواء في صنعاء أو في إب أو في الحديدة. عندما يذهب مرة أخرى يعني يدفع مرة أخرى ويخسر خسارة أخرى. دكتور اسمح لي نشرك معنا في الحديث من مأرب، مدير مصلحة الجواز، ربما يعني يجيب لنا على الكثير من التساؤلات حول هذه النقطة. نرحب بضيفنا من مأرب مدير مصلحة الجوازات العقيد عبد السلام البشير. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الأنوار أخي بشير، ومساء الخير لك ولطاقم قناة بلقيس والمشاهدين والمستمعين الكرام. مرحبا بك. مرحبا بك سيادة العقيد. سيادة العقيد، ربما الكثير تضرر من توجيه الحكومة بعدم التعامل مع الجوازات التي تصدر من صنعاء والحديدة وإب في المحافظات التي تخضع لسيطرة الانقلابيين. أنتم كجهة في مصلحة الجوازات، ما هي الحلول التي قمتم بعملها من أجل توفير لهؤلاء الناس المتواجدين في هذه المحافظات الجواز الرسمي الذي يتعامل به اليمنيون في الدول الأخرى؟ مصلحة الهجرة والجوازات دفعت، هناك أسباب كثيرة دفعت مصلحة الجوازات لاتخاذ القرار في إلغاء الجواز الصادر من الميليشيات الإنقلابية وإيجاد البديل في فتح وتفعيل فروع في محافظات عدة، منها مأرب وعدن وشبوة وحضرموت وسيئون، حتى أنها لا تحمي المواطن من الابتزاز ومن الوثيقة الضعيفة الركيكة التي تعرض سيادة البلد للمساءلة وتعريض المواطن في المنافذ البرية والبحرية والجوية للمساءلة بسبب هذه الوثيقة التي طبعت في السوق السوداء وهي لا تتمتع بالعلامات والجودة العالمية والمواصفات القوية التي تحمي وثيقة التنقل من دولة إلى أخرى. نعم. فقيادة المصلحة وقيادة الوزارة والحكومة أوجدت وسائل عدة لتوفير هذه الوثيقة وتسهيل الأمر على المواطن. نعم. طيب سيادة العقيد، حتى يعني نبدأ بالموضوع جزئية جزئية. الأسباب التي يعني جعلتكم تلغوا هذه الجوازات أو الهويات التي تصدر من صنعاء وإب، يعني هل هي يعني نوع التزوير الذي فيها، ولماذا تم اتخاذ القرار أيضا بصورة لم تكن رسمية حتى الآن؟ لم نرى أي قرار رسمي من الحكومة يصل للناس بأن هذه الجوازات باطلة ولا يمكن التعامل معها. قبل 3 أسابيع حوالي رئيس المصلحة أوجه تعميم عام ونشر في النشرة الرئيسية الإخبارية لجميع المواطنين اليمنيين بأن هذه الوثيقة باطلة ولا يجب التعامل معها في المراكز التي تسيطر عليها القوى الإنقلابية. نعم. وكانت الأسباب القوية والدافعة لاتخاذ هذا القرار أولا أن هذه الوثيقة جاء أمر طباعتها واستصدارها من جهة إنقلابية ليست شرعية، وثانيا أن الجواز الذي طبع من قبل الإنقلابيين لم يكن محميا بالمواصفات والجودة العالمية والعلامات الأمنية التي تسهل للمجرمين والإرهابيين تزوير هذه الوثيقة، وهذا ما يهدد السيادة الوطنية واستغلال الإرهابيين لهذه الثغرة. وكذلك من الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار حماية المواطن اليمني من المساءلة والاستيقاف في المطارات والمنافذ
بسبب الشك في الوثيقة هذه الضعيفة والرديئة طباعتها، والتي كانت هذه الطباعة في السوق السوداء، لأن الشركة التي تتعامل معها مصلحة الهجرة والجوازات لم توافق على طباعتها بأمر الانقلابيين، فاضطروا إلى طباعتها في السوق السوداء مما كانت بمواصفات رديئة. نعم. ومن الأسباب كذلك التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار الابتزاز الذي يتعرض له المواطن اليمني في هذه المراكز التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، حيث أن قيمة الجواز وصل إلى أكثر من $1000 أمريكي. نعم. نعم. والمواطن يدفع بسبب حاجته لهذه الوثيقة. نعم. ومن الأسباب كذلك حرمان كثير من اليمنيين من حصولهم على هذه الوثيقة، وثيقة الجواز اليمني، بسبب معارضتهم للانقلابيين. نعم. ومن الأسباب كذلك تعتبر سحب أو إيقاف هذه الوثيقة على الانقلابيين يعتبر سحب ورقة مهمة عنهم. نعم. باعتبار أن مؤسسة الجوازات مؤسسة سيادية، والتي بموجبها أضعفت الانقلابيين وأضعفت جانبهم وزادت ثقة المواطن بالشرعية. نعم. نعم سيدة العقيد، أسباب هامة فعلا لإصداركم هذا القرار، لكن البعض يقول بأن القرار أتى متأخر، ما ذنبي أنا قبل القرار؟ كما تحدثت ربما تم إصداره قبل 3 أسابيع، لكن من أصدروا جوازات قبل هذا التاريخ لماذا تلغى جوازاتهم، وما هو الحلول التي ممكن الآن تعملوها من أجلهم؟ والله أخي، الشعب اليمني بشكل عام هو دفع ضريبة كبيرة للأفعال والممارسات التي قام بها الانقلابيين، ومن هذه الأضرار هو يعني حامل الجواز اليمني من المركز أو من المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين، وسبب لهم أضرار، فكان اتخاذ القرار هذا هو معالجة لهذه الأضرار التي وقعت عليهم، لأن كثير من الدول أوقفوا تعاملهم قبل صدور القرار مع تعامل مع هذه الوثيقة، مما حرب قيادة المصلحة وقيادة الوزارة في الحكومة الشرعية باتخاذ هذا القرار، فكان للتخفيف من أضرار كثيرة للطلبة والمواطنين المقيمين في الدول العربية والأجنبية، وسعوا لوضع معالجات سريعة وحثيثة، منها افتتاح مراكز جديدة في كثير من الدول، وبالذات التي يتركز فيها كثير من الطلبة والجاليات اليمنية في القنصليات والسفارات. نعم سيادة العقيد، القرار المنع بعدم صلاحية هذه الجوازات التي تم إصدارها من تاريخ كم يعني يبدأ؟ 2016 فقط أم حتى من قبل 2016؟ لا أعتقد هي الطبعة الأخيرة، لأنه كانت هناك في طبعة قبل هذه الطبعة الأخيرة في مخازن رئاسة المصلحة في صنعاء. نعم. هذه الطبعة كانت على يد القوى الشرعية، على يد الحكومة الشرعية قبل حصول الانقلاب، فجاء الانقلاب وهناك إيش كمية موجودة ما زالت من الجوازات استخدموها، وهي كمية شرعية. نعم. التي طبعت عن طريق الشرعية. نعم سيادة العقيد، لما نفذت. نعم في هذه الجزئية يعني كيف يمكن التفريق بين الجواز الذي كان سابقا والجواز الحالي؟ هل هناك فوارق كبيرة بين الجوازات الجديدة التي أصدرتها الميليشيا مختلفة عن الجوازات السابقة؟ نعم نعم هناك يعني أبرز هذه التغييرات التي يعني يلمسها. أبرز هذه التغييرات أن الجواز بعد صدوره بفترة وجيزة وما يقارب حوالي شهر تتغير العلامات المائية والعلامات الأمنية والألوان والصورة، ملفت جدا جدا للنظر في للشخص العادي، فما بالك رجل الأمن في المنافذ أو المطارات، أن هذا الجواز من أول ما تنظر تقول هذا الجواز مزور. نعم. طيب سيادة العقيد، وهذا ما يسبب الضرر للمواطن أو المغترب اليمني. نعم
سيادة العقيد، تكرم بالبقاء معي. نشارك معنا في الحديث الصحفي محمود الحميدي، وهو يعني عمل مادة صحفية بخصوص هذا الموضوع. نطلع بصورة أكثر عن الآثار والأضرار التي طالت المواطنين من هذا القرار وأيضا الأسباب. محمود، مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك محمود. أنت من خلال متابعتك لموضوع إلغاء عدم التعامل بالجوازات الصادرة من قبل الانقلابيين، ما هي الحالات التي يعني تتبعتها ورصدتها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. العقيد عبد السلام البشير مدير جوازات مأرب أجاب بصورة كافية عن هذا الموضوع. نعم. بالنسبة للحالات التي تتبعناها، عرفنا أنه من خلال التقرير الذي عملناه، عرفنا أنه القرار جاء لحماية المواطن اليمني الذي تعرض للابتزاز في كثيرا تعرض للابتزاز في صنعاء من قبل الحوثيين، حيث أن سعر الجواز وصل إلى 300,000 و200,000 ريال و250,000 ريال، وأصبح الحوثيون يتاجرون بالجواز اليمني. أيضا ما يتعرض له المواطن اليمني من مضايقات في الخارج، حيث أن المواطنين تم إيقافهم في مطارات ماليزيا، مطارات الأردن، مطارات أخرى، بدافع أن الجواز هذا نشر العقيد لا يحمل أي علامة أمنية، وهو سهل التزوير. لهذا من ينظر إليه من النظرة الأولى يقول أن هذا الجواز مزور. نعم. محمود، يعني بعيدا عن تفاصيل ما ذكره العقيد، اتحدث عنك، هل التقيت بمواطنين يمنيين كان لديهم هذا الجواز وتم اعادته من مطارات بعض الدول، لم يتم التعامل معهم وتسبب لهم بعدم دخولهم هذه البلدان؟ تابعت مثل هذه الحالات ولم التقي بها مباشره. نعم. الحالات التي تابعتها، هل هناك مثلا ارقام احصائيه لديك؟ نعم، هناك في ماليزيا عدد في الأسبوع الأخير هذا تم إيقاف عدد 73، بس مش عارف إيش من منطقة، لكن في ماليزيا والأردن بالذات هناك أعداد كبيرة تم إعادتهم. نعم. طيب محمود، أيضا أبرز الشكاوى التي تلمسها أنت من خلال متابعتك لهذا الملف من قبل المواطنين، يشتكون من ماذا؟ المواطنين في السابق كانوا يشتكون من التي يقطعون فيها الجواز في صنعاء، وأيضا الإجراءات المشددة التي عملها الحوثيون. نعم. الآن في الفترة الأخيرة بعد إصدار الحكومة للقرار، أصبح هناك 5 مراكز داخل اليمن، أو 4 مراكز، 2 في حضرموت وواحد في عدن وواحد في مأرب. أصبحت هذه المراكز قريبة من المواطنين، قد يشتكي البعض الآخر في محافظات صنعاء والمحيط ومحيطها، لأنه تبعد المحافظات هذه كثيرا عنهم، لكن بالأخير ما كانوا سيدفعوه من رشاوى للحوثيين هي ما سيصرفوها في الطريق إذا أتوا إلى مأرب أو إذا ذهبوا إلى عدن، ولا يوجد أي مضايقات لهم في الطريق، لأن الحكومة الشرعية وقيادة الجيش الوطني والنقاط الأمنية المتواجدة في الطرقات تتعامل مع المواطنين الجمهورية اليابانية الباحثين عن الجواز أو الذاهبين إلى محافظة مأرب ومحافظة حضرموت وأي محافظة أخرى بأنهم مواطنين ذاهبين ليبحثوا عن مصلحة. هذا بالعكس ما يتعامل به الحوثيين عندما كانوا يذهبون مواطنين من محافظات تعز مثلا أو من محافظات شبوة إلى صنعاء لقطع الجواز. نعم. الصحفي محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا. كنت معنا عبر الهاتف من مأرب قبل العودة إلى ماليزيا مع الدكتور فيصل علي، وأيضا العودة إلى مأرب مع مدير مصلحة الجوازات. نذهب مشاهدينا الكرام الآن لمتابعة عينة من تصريحات بعض المواطنين عن الآثار المترتبة من هذا القرار، وأيضا أهمية هذا القرار بالنسبة للحفاظ على عدم التزوير وعدم إصدار هويات أو جنسيات من دون يعني مخالفة للقانون. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. إلغاء التعامل بالجوازات الصادرة بمصلحة الجوازات بصنعاء هو يعد مصلحة وطنية للحد من تلاعب الميليشيا، وأيضا لأنه يشكل عائدات لهذه الميليشيا، لكن قد يكلف على المواطن الكثير فيما يتعلق بالنزول إلى مأرب لقطع جواز وإصدار للمواطن البسيط الذي يحتاج السفر للمرض للخارج وما شابه ذلك. طبعا القرار هذا قام متأخر، يعني ولو أنه كان يفترض أن يكون سابق لهذا الوقت، لأنه بالنسبة للمواطنين اليمنيين الموجودين تحت سيطرة الانقلابيين هم بيقطعوا الجوازات من المكان نفسه، من نفس مثلا من صنعاء، ويأخذوا عليهم مبلغ كبير،
ولما يجي يسافر يجي يسافر إلى عدن، يعني يفترض أنه ينزل عدن إذا هو بيسافر من هناك ويقطع الجواز من نفس المكان. هذه خطوة إيجابية جميلة جدا ولو أنها تأخرت. هو القرار طبعا تترتب عليه بعض الإشكاليات لدى المواطن من مسألة قطع الجواز الجديد، لكنه بالنهاية هو قرار سياسي وعلى الدولة أن تتخذ مهامها كدولة، لأن هذه عصابة ولا يمكن أن تظل بعض المصادر أو القرارات السياسية بيد عصابة، لأنه هي بالنهاية عصابة والدولة عليها أن تكون دولة، أن تتحمل مسؤوليتها لدى مواطنيها، لأن الانقلاب هو بالنهاية آل إلى الزوال. فهذا قرار كان حكيم وصائب بحيث أن تستطيع بحيث أن تعود الدولة تمارس مهامها والتزاماتها أمام مواطنيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. إذا تابعنا هذه التصريحات، رغم يعني أن هناك تضرر كبير من بعض المواطنين فعلا الذين تم قطع جوازات لهم من هذه المحافظة التي تخضع للانقلابيين، لكن الجميع يؤكد على أهمية أن تكون هذه الجوازات صالحة وغير خاضعة لأي تزوير، خاصة في الأماكن التي تخضع للميليشيا. أعود إلى ماليزيا مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، ما ذكره مدير مصلحة الجوازات العقيد عبد السلام البشير، هل ترى بالنقاط التي ذكرها هي فعلا منطقية ومن حق الدولة القيام بها وإلغاء كل الجوازات التي تصدر من الانقلابيين؟ أنا مع العقيد في هذا الأمر، لكن الغريب العجيب أن العقيد ينظر فقط للناحية الأمنية أو ناحية رداءة الجوازات. نعم، أحيي هذا المواطن رشاد المخلافي الذي تحدث بوضوح أكثر من يعني أكثر من غيره من المسؤولين، مع أنه مواطن. يا أخي الكريم، هذه عصابة، يجب ألا تمنح المواطن أي وثيقة أو تمنعها عنه. على الدولة أن تقوم بمهامها. مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون بيد الدولة. عندما تكون بيد عصابة ستعم الفوضى، ستمنح الجوازات لإرهابيين كما قال العقيد من قبل ضمنا في كلامه. نعم. الدولة هي المسؤولة عن منح الناس هوياتهم الشخصية. هذه المسألة ليست مرتبطة ببيع الجوازات بسعر غالي أو سعر رخيص. يا أخي الكريم، بدلوا للناس كل الجوازات مجانا، ماذا سيحدث؟ القضية مرتبطة بهوية الناس، بالهوية الوطنية حتى، ليست مجرد يعني وثائق سفر. هذه سيترتب عليها مستقبلا مسائل في الأحوال المدنية وفي المحاكم وفي وقضايا قادمة. على الدولة أن تقوم بمهامها كاملة وتمنح المواطنين هذه الوثائق لتسهيل يعني حياتهم وتسهيل تنقلاتهم في الخارج. الجوازات التي باعوها الانقلابيين بشكل أو بآخر يجب أن تلغى وتستبدل مجانا. كم عدد هذه الجوازات التي منحت من قبل الانقلابيين؟ لماذا لا تبدل؟ نعم. طيب دكتور، إذا سيادة العقيد عبد السلام، سمعت ما ذكره الدكتور فيصل علي بأن المشكلة ليست فقط بسعر هذا الجواز أو بأنه سيتلف بعد فترة، لكن المشكلة هي أمنية ووطنية كبيرة. الآن مثل ما ذكر الدكتور، لماذا لا يتم من قبلكم استبدال أي مواطن لديه جواز تم إصداره من قبل الميليشيا بأسعار زهيدة وأيضا بسهولة؟ نعم، نشكر الأخ الدكتور من ماليزيا، فقد تطرق إلى نقاط مهمة، ولكن نقول الأضرار التي ذكرها وذكرناها من قبل هي أضرار جزئية من أضرار كبيرة وكلية تعرض لها الوطن والمواطن اليمني بسبب هذا الانقلاب. ودوافع أو خطوات التي تسير فيها الحكومة بخطى واثقة هي خطوات كبيرة ودافعة إلى الأمام وتضييق الخناق يوما بعد يوم على الانقلابيين. ومن هذه الحلقات التي تضيق على عنق الانقلابيين هي أهم حلقة يعني، وهي قضية الجوازات لما تمثله من سيادة وطنية للبلد. كثيرا ما يعرف المواطن اليمني بهذا الجواز الذي يشير إلى الوطن ووطنيته. نعم. المواطن لقد لمس هذه الخطوات التي سارت بها الحكومة والدولة والحكومة الشرعية
منها الجواز وما يمثله الآن كصورة في مارب، فهي بسعر بسيط وزهيد يحصل عليه المواطن بمقابل ما يحصل عليه في كم المبلغ سيادة العقيد؟ المبلغ الرسمي عندكم في مصلحة الجوازات بمارب كم هو؟ لا يتجاوز 6000 ريال. نعم. طيب سيادة العقيد، الآن من لديه جواز وأصدر سواء من الحديدة أو من إب أو من صنعاء أو من المحافظة التي تخضع للإنقلابيين وأتى إلى مصلحة الجوازات في مارب، سيتم استبدال هذا الجواز ومنحه الجواز الرسمي بسهولة أم هناك ربما متاعب ومصاعب يعني في المصلحة لديكم في مارب؟ لا لا لا، إحنا نسهل لكل مواطن يأتي إلينا من مختلف محافظات الجمهورية في الحصول على الجواز اليمني بعد التأكد من الوثائق الثبوتية التي يحملها، والكثير من الذين قطعوا الجواز من سواء من الحديدة أو من إب أو من صنعاء يأتون إلينا لتغيير جوازاتهم رغم أن هذه الجوازات لم تمنح لهم إلا في فترة وجيزة، منهم قبل أسبوع، منهم قبل شهر، منهم قبل شهرين، منهم قبل سنة. بمجرد ما يعطينا وثائق ثبوتية لكننا لا نعتمد على الوثيقة التي قطعها، قد تقطع لأنه سلطات الانقلاب تعدت في هذه الوثيقة وقطعت لأشخاص غير يمنيين وقطعت لأشخاص بأسامي مختلفة وغير أساميهم الحقيقية، فلا نعتمد عليها بشكل أساس لاستبدالها بوثيقة جديدة. نعم سيادة العقيد، نعم في ذكرت أنت نقطة مهمة وجزئية هامة، أيضا الجوازات التي كانت لدى الميليشيا وصرفتها سواء كانت دبلوماسية أو جوازات خاصة أو حتى جوازات عادية لأشخاص بصورة غير قانونية، هؤلاء كيف سيتم التعامل مثلا من قبلكم؟ هل أنتم رصدتم من منحوا جوازات بصفة دبلوماسية أو خاصة والعمل على يعني إبلاغ يعني مطارات العالم بعدم التعامل معها؟ نعم نعم نعم، في هناك حالات كثيرة مرصودة ل يعني منح أجانب جوازات سواء جوازات عادية أو جوازات دبلوماسية من قبل السلطات الحوثية أو اليمنيين بأسامي غير أساميهم. نعم. لأغراض عسكرية أو سياسية أو للهروب من نعم يعني من البلد إلى دول أخرى. يعني من لديهم الآن من الانقلابيين وحصلوا على جوازات خاصة ودبلوماسية ولو كانت حتى من الجوازات التي كانت لدى الحكومة الشرعية قبل الانقلاب، الآن يتم رفع كشوفات بأسماء من خالفوا ومن منحوا هذه الجوازات بصورة غير قانونية؟ نعم نعم أخي العزيز. نعم. طيب سيادة العقيد، الآن أيضا التعامل في مصلحة الجوازات الأخرى في عدن وفي حضرموت بنفس الآلية التي تتعاملون أنتم بها في مأرب أم هناك بعض المصاعب من خلال اطلاعك ومتابعتك لملف الهجرة والجوازات؟ والله آلية قطع الجواز هي آلية موحدة في مختلف فروع مصلحة الهجرة والجوازات، إلا أن كل محافظة لها خصوصيتها وظروفها في يعني في وصول المواطن المواطن الى هذه الفروع. طيب سيادة العقيد، انتم كمصلحة رسمية في الجوازات، المشاكل التي تعترضكم او ربما المواطنين يجهلونها وتقعون في مشاكل مع المواطنين عند استصدار هذه الوثائق؟ من المشاكل الرئيسية التي تواجه قطع الجواز مشكلة الحصول على البطاقة الشخصية والتي يعتمد عليها بشكل أساسي قطع الجواز. نعم. لأن يعني ما زالت مصلحة الأحوال المدنية تحت سيطرة الانقلابيين، فلذلك يعرقلون حصول المواطن اليمني في المحافظات التي تخضع للشرعية في الحصول على هذه الوثيقة التي يعتمد عليها الجواز. نعم نعم. هذا البطائق ايضا انتم يعني لا تتعاملون ايضا حتى في البطائق الان التي تصدر من الانقلابيين لانها ربما تكون مزوره ايضا؟ والله يعني ربما تكون هذه مشكله، لكن احنا نتعامل مع المواطن الذي يحمل البطاقه اليمنيه بعد التحري
نعم سؤال نعم. بعد التحري بعد عن التحري عن الوثيقة والشخص بوثائق أخرى أو بوسائل أخرى. نعم سيادة العقيد السؤال الأخير فقط أختم معك، نعتبر ما تقوله الآن هو عبارة عن تصريح رسمي بأن أي جواز الآن يصدر من الانقلابين هو باطل ولا يعمل به بأي مطار من مطارات العالم من تاريخ 2016 ما بعد؟ نعم نعم أخي العزيز، الوثائق وثيقة الجواز التي تصدر من فروع مصلحة الهجرة التي تخضع للانقلابيين تعتبر باطلة باطلة في كل دول العالم. نعم أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد رئيس مصلحة الجوازات في مأرب، مدير عام الجوازات في مأرب عبد السلام البشير، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وقبل العودة للدكتور فيصل علي، تأخرت عليك دكتور لكن اسمح لي أن نتابع هذه المادة المعلوماتية ومن ثم أعود إليك وأعطيك الوقت الكامل لتعلق وتقول ما تريد. نتابع هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطا ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد وأعود إلى الدكتور فيصل عبر السكايب من كوالالمبور. دكتور عدنا لك مجددا، ربما كنت تعلق أثناء حديث رئيس أو مدير عام مصلحة الجوازات في محافظة مأرب، لكن حرصت أن نأخذ بقدر كبير من الإجابات منه حتى نعطيك الوقت أيضا لتعلق بما تريد، تفضل. كنت أريد أن أسأل العقيد وأعلق على مسألة، رئيس الوزراء تكرم بإعفاء بتخفيض أسعار الجوازات للطلاب اليمنيين في الخارج. نعم. تعاملت المصلحة بنوع من المسؤولية، لكن هذا الطالب أحيانا يكون مع أسرته زوجته وأولاده، يعاملون يعني أسعار جوازات الأطفال أكثر من يعني سعرها أغلى من أسعار من سعر جواز والدهم الطالب. لماذا لا يتم مساواة أسر هؤلاء الطلاب وأطفالهم بهم؟ الحكومة عملت يعني قرار سليم لأنها تعرف أوضاع الطلاب سيئة، أيضا أسرهم يعانوا نفس المعاناة، أطفالهم يعانوا نفس المعاناة. أيضا السلطات هنا مثلا في ماليزيا فرضت على كل طالب أن يكون كل واحد من أطفاله لديه جواز سفر منفصل عن أهله بسبب إجراءات الإيميجريشن والمصلحة الهجرة والجوازات، تريد نعم. لكل واحد فيزا وإقامة لحاله، ولذلك اضطر الطلاب إلى فصل أولادهم عن جوازاتهم، أحتاجوا جوازات جديدة، هذه الجوازات غالية على الطلاب. نعم. نريد أن ننبه الحكومة ومصلحة الهجرة والجوازات بضرورة مراعاة هؤلاء الطلاب، أبناء الطلاب ونساء الطلاب، حتى يعني يتم معاملتهم مثل آبائهم الطلاب بنفس سعر التخفيضات $25 للجواز. نعم إن شاء الله تكون هذه المعلومة دكتور فيصل يعني يسمعوها في مصلحة الجواز، لكن أعتقد بأن المعني ربما المسؤولون في السفارات في هذه الدول هم من يحددون المبالغ المالية المتعلقة بهذا الشيء. حددت المصلحة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء. نعم كم الرسوم التي حددتها الوزارة؟ رسوم الجواز على المواطن $95، حددتها رسالة رئيس الوزراء للمصلحة ب $25 للطالب اليمني.
ايضا نريد هذا المبلغ ان يتم يعني توحيده مع اسرة الطالب، مع اولاده، مع زوجته، لا يكون مع للطالب فقط. نعم، للطالب ومن يعول. نعم. طيب دكتور، اسمح لي ان اشرك معنا في الحديث المحلل السياسي الاستاذ مانع المطري من القاهرة. مساء الخير استاذ مانع. استاذ مانع مساء الخير. إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ مانع المطري، نتمنى أن نعود بها الاتصال. طيب دكتور، إذن يعني ما ذكرته من نقاط مهمة، نتمنى أيضا إن كان الجهات الرسمية أن تصل هذه الرسالة من خلالك، ويتم التعامل معها بجدية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة يعني سلسة للطلاب وتقدير الظروف التي تمر بها البلد. الآن أنتم كمغتربون خارج الوطن، أيضا أبرز المشاكل المتعلقة بالجوازات أو التعامل في مطارات العالم، ما هي حتى على الأقل نسلط الضوء عليها من خلال متابعتك وربما عايشت الواقع؟ المشكلة هي مصدرة من الداخل، ليست مشكلة موجودة في الخارج. الآن تم فتح مراكز إصدار آلية في بعض الدول، ومنها ماليزيا، أيضا دبي، الرياض، ودول أخرى لا أعلم ما هي تلك الدول. هذا يسهل للمواطنين الحصول على جوازات. الإشكالية كما قلت لك هي أسعار الجوازات. الناس الذين أيضا دفعوا مبالغ باهظة في أسعار هذه الجوازات يجب أن يراعوا، أن يعاملوا معاملة الطلاب. أعتقد أنا هنا أن السفارة الماليزية تعاملت بمسؤولية كبيرة مع 73 طالب، 73 مواطن كانوا يحتاجون الذهاب إلى الولايات المتحدة عبر اليانصيب، لكن السفارة الأمريكية لم تتقبل هذه الجوازات بسبب التعميم الذي أصدرته مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن والسلطات اليمنية. اضطرت السفارة إلى تغيير هذه الجوازات بأسعار مخفضة مثل أسعار الطلاب. أتمنى من كل السفارات في الخارج أن تتعامل بروح المسؤولية وتطبق روح القانون. هذه الوثائق ليست للبيع، إنما هي لتسهيل مهمات المواطنين المزنوقين الذين هربوا، معظمهم من النازحين. هؤلاء يحتاجون المساعدة أكيدة. ملاحظة ثانية بما يخص جوازات الدبلوماسيين، بعض الدبلوماسيين الذين كانوا في صنعاء حصلوا على جوازات ووظائف فوق مستواهم. مثلا واحد خرج من اليمن الفترة السابقة سكرتير ثالث، هذه الفترة الثانية التي يخرجها يعني يغادر فيها اليمن بناء على إجراءاتهم في وزارة الخارجية، يأتي وهو يحمل جواز مستشار. متى ومن وكيف تصرف هذه الجوازات بهذه الطريقة؟ أيضا مواطنين لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي حصلوا من سلطات الانقلاب في صنعاء، سلطات الأمر الواقع، على جوازات دبلوماسية. القنصل اليمني هنا أوقف العديد من هذه الحالات وقال لهم هذه الجوازات غير مقبولة. كثير من هؤلاء الانقلابيين حصلوا على مثل هذه الوثائق من صنعاء وسافروا بها إلى عدد من دول العالم، على وزارة الخارجية أن تحصر هذه الجوازات وأن تحصر هذه الوظائف وأن يعني تنظم هذه المسألة حتى لا تظل عبثا لمن جاء. هذه الوثائق يجب يعني هي تمنح هذا المواطن صفة المواطنة. الدولة هي مسؤولة عن مواطنة المواطن. على العصابة، على الدولة أن تخلص المواطن من عمل هذه العصابات حتى لا تعبث بمستقبله. نعم. أيضا في قضية أخرى، الوفود التي خرجت سابقا للمشاركة في المفاوضات، الآن على الحكومة أن تضيق على مثل هذه الوفود وأن يتم منحهم جوازات من السلطات اليمنية، سواء من مأرب أو من عدن أو من أي منطقة يمنية خاضعة للشرعية، لمن ليسوا متورطين في عمليات إرهابية. على الحكومة أن تمنحهم وتفاوض الناس الصالحين منهم، إن كان فيهم صالح للمفاوضات يجب أن تمنحهم السلطات اليمنية هذه الجوازات حتى لا يشكلوا عائقا ويقومون بأعمال مخلة في أثناء هذه المفاوضات. نعم. والحوارات كما فعلوا في الفترة السابقة. نعم. نعم. أيضا دكتور، هناك البعض يعني حتى نتحدث ربما بشفافية أكثر، هناك أيضا البعض يشتكي أيضا حتى من هم في الحكومة الشرعية يقومون
بمنح جوازات دبلوماسية وخاصة للعديد من الجهات ربما يعني ليس لديهم صفة رسمية تؤهلهم لأن يأخذوا هذا الجواز، ما رأيك أنت؟ هل لديك أي معلومات أو اطلاع بهذا الجانب؟ أنا سمعت مثل هذا الكلام، ولكن على الحكومة أن تتنبه لها. هذه مسألة مسائل خطيرة وتمس السيادة اليمنية. إرسال جوازات دبلوماسية إلى الخارج بدون حساب هذا يؤثر على اسم اليمن وسمعة اليمن. لا نريد أن يؤثر أحد على سمعة اليمن، لا من الانقلابيين ولا من صف الحكومة الشرعية. هذا وطن، والعبث باسمه غير جائز وغير مسموح، والأصل أن تكون الروح الوطنية هي من تعمل في هذه الفترة، لا الروح الانتهازية وبيع الذمم وبيع الجوازات وبيع يعني ما شابه من هذه الوثائق. نعم دكتور فيصل، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا في حلقة اليوم من بين قوسين. نلتقيك إن شاء الله بحلقات مقبلة وبمواضيع أخرى. شكرا جزيلا لك لمشاركتك دكتور. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب لمتابعة تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات ونبدأ من صديق البرنامج الأخ علي حسين، يعلق بالقول العمل بجوازات صنعاء اعتراف بالانقلاب ويسهل حركة الانقلابيين خارج اليمن. الأخ علي حسين. أيضا رأي آخر صديق البرنامج الأخ عباس القاضي، يعلق بالقول الضرر قائم ومركب، حصاد مر يأكله المواطن المسكين مرا، فمقتضيات السفر بهذه الظروف تكون بالعادة مرضية وليست ترفا، وفي ظل وضع مأساوي تتمثل بعدم القدرة على السفر إلى المحافظات الأخرى لأسباب لا تخفى على أحد، وعليه يجب مراعاة ظروف المواطن العادي الذي أرهقه المرض والفقر. الأخ عباس القاضي. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج الأخ ساري محمد، يعلق بالقول يعتبر قرار صائب من الناحية السياسية وليس الإنسانية، حيث أنه منع تدفق المزيد من الأموال إلى خزينة الإنقلابيين، وساهم أيضا في وقف سفر أغلب رواد الإنقلاب المعروفين. ساري محمد. وجهة نظر أخرى نختم بها حلقة اليوم، الأخت فاطمة الأغبري، تعلق بالقول كما يبدو أن هذا القرار اتخذ دون تفكير أو دراسة لتبعاته، لأنه يجب على الجميع أن لا ينسوا بأن من يسكن في المناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين هم يمنيون، لا ذنب لهم أن يتحملوا تبعات هذا القرار. فبالله عليكم تخيلوا الأسر التي تريد السفر من أجل العلاج، ماذا سيجري لها من هذا القرار؟ ألا يكفي إغلاق المطار وتحمل الطريق إلى عدن أو سيئون؟ كمان نزيدهم ثقل آخر يتحملوه. هل ترضى الجهات المعنية أن يدفع المواطن المسكين ثمن هذا القرار؟ يجب دراسة الموضوع بجدية وتحديد بدائل المواطن فيه التي تكفيه. الأخت فاطمة الأغبري. إذن هذه مجموعة من عينات أصدقاء البرنامج الذين شاركونا في حلقة هذا الأسبوع عن مسألة الجوازات. أيضا نعتذر للذين علقوا، ربما لم نستطع يعني الوقت يدركنا أن نأخذ التعليقات بشكل كامل. شكرا لتفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. شكرا الجزيل للمحلل السياسي الدكتور فيصل علي، كان معنا من كوالالمبور عبر السكايب. الشكر أيضا لمدير مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب العقيد عبد السلام البشير، والشكر أيضا للصحفي محمود الحميدي كان معنا من مأرب. وكنا نتمنى حقيقة أن يكون معنا أحد المعنيين من وزارة الخارجية للإطلاع بصورة أكثر على بعض الجزئيات، لكن للأسف حاولنا التواصل معهم لكن دون جدوى. شكرا لمنتجة هذه الحلقة الزميلة إلهام عامر، والشكر أيضا لمعد البرنامج الزميل وديع عطا وكافة الطاقم الفني. تقبلوا تحياتي بشير الحارثي، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.